السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نتحدث فيها عن المبادرات المجتمعية ودورها في تلبية احتياجات المواطنين في ظل غياب الدولة. في ظل استمرار الحرب والحصار على مدينة تعز وغياب مؤسسات الدولة، اتجه الأهالي لإحياء المبادرات ومواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة. في مديريتي جبل حبشي والمواسط ومناطق أخرى، أعاد الأهالي رصف مسافات طويلة من الطرق الجبلية لإعادة ربط المناطق الريفية ببعضها وتقليل مخاطر وكلفة السفر في ظل قطع ميليشيات الحوثي للطرق الرئيسية وإجبارها المواطنين على اتخاذ طرق بديلة أثقلت كاهلهم وزادت من معاناتهم. خلال الأعوام الماضية مثلت هذه الطرقات هماً مؤرقاً لسكان المناطق الريفية في المحافظة نظراً لصعوبتها وطولها، إلا أن الإرادة المجتمعية تعمل جاهدة على التغلب على هذه الصعوبة. يبدو أن الحرب لن تنتهي في وقت قريب، ونظراً لاستمرار غياب مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين في هذه المناطق، فإنه لم يعد لدى المجتمعات إلا إرادتها للاعتماد عليها. تضافرت جهود أبناء هذه المناطق بين ممولين ومنفذين لينتج عن هذه الجهود عمل يثبت عظمة إرادة المجتمع اليمني وقدرة أبنائه أو أبناء هذا البلد على تجاوز أسوأ المراحل بالتعاون والتكاتف. سيكون معنا في هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية من تعز مدير مديرية جبل حبشي، سيكون معنا مدير مديرية جبل حبشي فارس المليكي، ومن تعز أيضا معنا المسؤول التنفيذي لطريق جبل حبشي سلطان سيف، ومن السعودية أحد التجار اليمنيين المساهمين في دعم المشاريع مساعد الحمودي، ومن تعز أيضا الناشط الشبابي عبد الناصر الجعادي. إذن أبدأ هنا مع ضيفي من تعز المسؤول التنفيذي لطريق جبل حبشي سيد سلطان سيف. سيد سلطان مساء الخير. مساء النور حبيبي. أهلا بك سيد سلطان، يعني نتحدث في حلقة اليوم عن المبادرات المجتمعية والتكافل بين الأهالي لإنجاز مشاريع عظيمة كما يعني نتابعها في تعز مؤخرا في العديد من المديريات. يعني نتساءل هنا، ما الذي يجعلكم مضطرين لتنفيذ هذه المشاريع وتقومون بواجب الدولة؟ طبعا أنا سلطان سيف البريهي مسؤول طريق عناقب فقط وليس جبل حبشي كامل، لأنه طبعا ولكن احنا يعني نفس سياقنا، ولكن أنا طبعا مسؤول طريق عناقب البريها عناقب بني بكاري. هذه الطريق الذي طبعا تربط ما بين البريها وبني بكاري عناقب، هذه طبعا الذي مسؤول عنها، والباقي طبعا في شباب ثانيين وجالس ثانيين الذي يقوم بإدارتها. نعم، إذا يعني نحن تساءلنا، وجميل أنك أوضحت بأن يعني مسؤوليتك تقع حول طريق واحد ومنطقة معينة في بني بكاري، ولكن يعني نتساءل أنتم كمواطنين، يعني ما الذي جعلكم أن تقومون بمهام كان يفترض أن الدولة هي من تقوم بها؟ طبعا احنا انا طبعا قمنا في مبادرات شبابيه، و يعني بالنسبه من قبل اكثر من 4 سنوات بدينا في هذه القريه، طبعا قريه عناقب، يعني بنينا اسمه فصول مدرسيه، وبنينا يعني وشقينا طرق فرعيه، وراينا انه طبعا انه الطريق في عناقب هذه طبعا هي مهمه منطقة أكثر من منطقة، طبعا منطقة المراتبة وبني بكاري وتربط أكثر من منطقة، وكانوا بعض الأوقات تمر فيها السيارات التي تجي من شرعاب ومن الرونة ومن المقبنة، فرأينا كثافة السيارات والطريق واعرة جدا، فبدينا نعمل مبادرات ونبني جدران ونبني يعني ونمسح في الشيورات وهذا. فبعد فتره من اسمه بعدين الاخ ما يعني فارس المليكي شاف الامور برضه، يعني في مبادرات باكثر من منطقه، فطبعا تبنى موضوع هو الصندوق الاجتماعي للتنميه، فتشكل مجالس، وبعد هذا طبعا تشكيل المجالس كان العمل اكبر واقوى،
والحمد لله الامور مشات ورصفنا اكثر من طريق وعبدنا يعني وسددنا اكثر من جدار يعني بدره فارده وحمايه للطريق والحمد لله الامور مشات ويعني كله طبعا بجهد المواطنين والمغتربين والخيرين من ابناء جبل حبشي وغيرهم وطبعا الاخ فارس حفظه الله طبعا ما قصر يعني دعمنا احنا يعني بتقول معنويا طبعا هو المدير المديريه جبال حبشي ولكن طبعا انت تعرف الظروف ظروف الدوله والدور طبعا يعني غايبه عن كل شيء ولكن طبعا هو بصفته ابن البلد و ما قصرش يعني الحمد لله انه دعم احنا يعني معنويا. نعم سيد سلطان لو يعني تصف لنا الحال قبل ان يعني تبدأون بعمل هذا المشروع، كيف كان الوضع؟ يعني كيف كان الناس يتواصلون ويتنقلون بين المناطق في يعني هذه المنطقة التي تتواجدون فيها؟ طبعا هي الطريق هي طبعا هي كانت مشقوقة من قبل يعني شقوها الآباء من أول من يعني من قبل 30 إلى يعني من الثمانينات والسبعينات ولكن طبعا مع الجبال وعرض الطريق والمرتفعات طبعا كان يجي السيول والسيول هذا يقرف التربة وخلى الأمور يعني وعري الأماكن التي كانت صالحة للطريق فكانت تستطيع بعض الأوقات خاصة في طريق عناقب تستطيع يعني ممكن تستطع نهائيا تجلس بين 4-5 سنوات يعني لها فترة كبيرة وكانت تأخذ ساعتين بعد فترة يعني ممكن 4 سنوات تدخل طبعا كان في معانا يعني مهندس من البلاد كان مدير مشروع تدخل معانا وعمل تقريبا أكثر من أو جزء كبير حوالي 30-40% رصف وجدران فطبعا ما فش بالغرابة لأنه كانت الطريق حق أنا طبعا هي كبيرة مسافة كبيرة وتربط كما قلنا بين قرى كثير يعني التدخل كان يعني قليل ولكن يعني ما فش بالغرابة وبعدين بعد فترة من الزمن أنا يعني طبعا ساكن في صنعاء روحت إلى البلاد يعني في قبل فترة فكنت انظر الى الناس يعني او عرقله الطريق والناس ما يقدروش يمشوا في هذه الطرق يعني بعض الاحيان تقطع نهائي كما قلنا سنوات فبدينا نعمل مبادرات احنا نمضي شيوار ونحر نعمل بدرة نعمل كذا حتى طبعا الاخ فارس ما شاء الله يعني تبنى موضوع التمكين والقياده الصندوق وعمل لنا مجالس قرى والحمد لله امور مشات يعني نعم لكن سيد سلطان يعني كيف هو تفاعل الناس مع هذه المشاريع؟ يعني عادة نحن نسمع في مناطق أخرى وقرى أخرى بأن هناك من يبادر لعمل مشروع ولكن تجد البعض يتردد ويكون هناك تخاذل وبالتالي لا تنجز هذه المشاريع. بالنسبة لهذه المنطقة وطريق عناقب التي تتحدث عنها كيف كان تفاعل الناس؟ طبعا احنا كما قلنا انه احنا بدينا المبادره من الذاتيه من بدايتنا عملنا المبادره الذاتيه وكان طبعا ملموس العمل فلما راوا انه طبعا عملنا ملموس الناس جاوبوا معنا وبفضل الله يعني بفضل الله ثم بفضل رجال الاعمال هو اسمه الحاج عبد الله الكريمي صاحب رئيس مجلس اداره شركه اسمه او بنك الكريمي هذا تفاعل معنا كثير دعمنا مرتين يعني دعمنا في عناقبنا مرتين المره الاولى ب3 مليون والمره الثانيه 2 مليون هو الذي اكثر داعم لنا واكثر داعم لغالبيه القرى في جبل حبشي هو يعني داعم لبعض الطرقات وهذا طبعا اعطانا احنا اولا نحن دفعه قويه ان احنا نشتغل واعطى الاخرين انهم يتفاعلوا معنا وطبعا احنا معنا يعني اداره طبعا معنا شباب يعني خيرين معنا كوادر طبعا مهندسين في الطرقات مهندسين يعني فساعدونا وسوقوا الموضوع طريق عناقب وبعض الناس برضو تجاوبوا وكان طبعا هذه الطريق عناقب طبعا من اسمه ففي برضو الطريقه اللي هي الطريقه العامه الذي قاموا بها الاخوان ومنهم يعني الاخ مساعد حفظه الله هذا طبعا سوق الموضوع هذا بقوه فهمت ولا لا؟ فالناس بداوا كل واحد بتنافس دحين الان في تنافس في جبل حبشي كل قريه يعني بدل ما نشتي منها طبعا دع للطريق العام رجعوا يعمل كل واحد يعمل له في مشروع في قريته في كل القرى تقدر تقول يشتغلوا يعني كل القرى كلهم يشتغلوا مبادرات
فالحمد لله الامور مشاءت المغتربين ما قصروا والاخيرين ما قصروا، كما قلنا ان الحمد لله مشاءت الامور. وعاد احنا لازلنا في معانا طبعا عمل الان، لازم يعني لازلنا نكسر احجار وننقل شنو بباقي المقاطع، لانه باقي معانا مقاطع كثيره يعني، ما لانه صحيح كبيره جدا يعني. نعم، اذا ابقى معي سيد سلطان سيف، وارحب الان بضيفي عبر الاقمار الصناعيه، سينضم الينا من تعز مدير مديريه جبل حبشي السيد فارس المليكي. سيد فارس، اسعد الله مساك بكل خير. اهلا وسهلا بك يا اخي الكريم، واسعد الله مساكم بكل خير، ونشكر قناه بلقيس على هذه اللفته الطيبه لمديرية جبل حبشي لتلمس الوضع الإنساني والاحتياجات الميدانية التي تلاقي أو تلامس هموم واحتياجات المواطنين بشكل مباشر. أهلا بك سيد فارس، يعني كيف تنظر لهذه المبادرات المجتمعية وتكافل الناس والقيام بمشاريع كبيرة كان أو هي تقع تحت اختصاصات الدولة؟ أخي الكريم، حقيقة مديرية جبل الحبشي بطبعها هي مديرية متعاونة، مديرية متكاتفة، الروح التعاونية موجودة في أوساط أبنائها. حقيقة ربما مديرية جبل الحبشي لردح من الزمن وسنوات طويلة بقت مغيبة عن الدولة وعن مشاريع الدولة. خلال عام 2018-2019 بدأنا بشراكة حقيقية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، بدأ تشكيل مجالس قرى لعدد 77 قرية في مديرية جبل الحبشي بقوام 700 عضو وعضوة. كان بمجموع هؤلاء الناس مجالس تعاون قرى على مستوى كل مديرية، شكلوا النواة الأولى في العمل التعاوني الخيري على مستوى قرى ومحلات المديرية بشكل عام، إضافة إلى الخيرين والمغتربين وبعض الجهات الداعمة كالمنظمات الدولية والصندوق الاجتماعي للتنمية. بمجموع هؤلاء الناس حقيقة بدأ هناك حراك تنموي وثورة تنموية عارمة تشهدها جميع قرى المديرية. كانت النواة الأولى حقيقة وحجرة الزاوية في هذا الحراك التنموي هم الأهالي وأبناء المناطق والخيرين والمغتربين الذين كانوا أو كانت أيديهم سخية في دعم هذه المبادرات لما يخدم أبنائهم ويخدم أنفسهم ويخدم أوطانهم، إضافة إلى مبادرات متعددة لم تنحصر في مسألة الطرقات وإنما في الجانب التعليمي والجانب الصحي والجانب المياه ومختلف الجوانب الحياتية بشكل عام. نعم، لكن ألا يعتبر هذا العمل سيد فارس هو يعني من صميم عملكم أنتم كسلطة محلية وكدولة؟ يعني لماذا كل هذا الغياب؟ يعني أصبح المواطن هو من يتكل على نفسه. نحن حاضرون وبقوة موجودين في المجتمع من خلال الشراكات القوية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي حقيقة في شهر 2 من عام 2018 بدأت الشرارة الأولى لتشكيل مجالس القرى، وتم تكليف كل مجلس من مجالس هذه القرى بقوام 77 مجلس بالقيام بمبادرتين محليتين ذاتيتين، وبدأت الحراك التنموي من خلال تشكيل هذه المجالس القرى. اليوم لدينا 50 أو 51 طريق تم رصفها في 11 عزلة على مستوى المديرية، 51 طريق من هذه الطرقات قامت بمبادرات ذاتية، ومنها بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتنسيق مع المجلس السلطة المحلية في المديرية، ومنها عبر المنظمات الدولية كمنظمة كير والمجلس النرويجي ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة ومؤسسة الود الذي كانوا كشركاء محليين أيضا لرصف هذه الطرقات. هناك فعلا طرقات طويلة بمسافات طويلة، وربما تحمل الأهالي العبء الكثير والجزء الكبير، ربما الصندوق لم يدعمهم سوى فقط ب 800 هنا في الحديث حول صندوق أو الصندوق الاجتماعي للتنمية سيد فارس، ولو قاطعتك هنا فيما يتعلق بالصندوق الاجتماعي للتنمية، ما هو دوره في هذه المشاريع؟ ما الذي قدمه بالضبط؟ هناك مبادرات ذاتية، هناك دعم للمبادرات الذاتية تمثلت
في تقديم مادة الإسمنت لرصف الطرق لعدد 51 طريق تم رصفها على مختلف قرى ومحلات المديرية. لكن كما ذكرت لك أيضا أن هناك أيضا بعض الطرقات بدأت بجهود متقدمة قبل وجود مجالس القرى وقبل تدخل الصندوق الاجتماعي للتنمية، منها طريق هيئة النقيل، طريق المحمل، طريق بني جعفر، والتي كانت عن طريق الداعمين والخيرين والمغتربين. نعم. طيب بالنسبة للصندوق الاجتماعي، يعني ما يقدمه من مواد أساسية كالإسمنت كما تحدثت، هل هي كافية لأن تغطي كل مشروع؟ يعني بادر الناس وقاموا بعملية تجهيز الأحجار والعاملين والكثير من الأمور المتعلقة بهذه المشروع. بالنسبة لمادة الإسمنت على وجه التحديد، هل ما يقدمه الصندوق كان يعني يغطي بعض المشاريع بالكامل؟ لا ليست كافية. من قالك بأنها كافية؟ لكن من باب الإسهام، من باب التحفيز، من باب رفع المعنويات لدى المجتمع، من باب إشعارهم بأن الناس موجودين معهم ويشاهدون أعمالهم ويباركون هذه الجهود، يعني من باب التحفيز. اليوم أخي الحبيب، نحن نعيش بدون موازنة. السلطة المحلية في مديرية جبل حبشي ليس لها أي موازنة من الدولة إطلاقا. نحن نعمل وفق التحفيز المجتمعي والإشراف الإداري والنزول المباشر وتشجيع المواطنين، التواصل مع مجالس القرى التي هي اليوم تشتغل على كل قرية من قرى المديرية. نعم. لكن بالنسبة للدعم، دعم الصندوق الاجتماعي، هناك وصلتني معلومات من مديريات حتى غير جبل حبشي بأن الدعم الذي يقدم هو يظل مزمن إلى فترة معينة، بمعنى أنه إذا لم ينجز المشروع خلال شهر يعني يقف أو يسحب هذا الاعتماد المقدم من مادة الإسمنت على بعض المناطق. ما هي الآلية؟ نعم، هناك مدة مزمنة لتنفيذ هذه المبادرات واستكمالها، لكن أنا أقول لك بأنه 90% من المبادرات المدعومة من الصندوق الاجتماعي تم تنفيذها في وقتها. المادة الإسمنت التي فاضت أو التي ربما لم يتم العمل بها في بعض القرى نقلناها إلى قرى أخرى التي ما زال العمل فيها مستمر ومسافات أطول. بمعنى أنه الكمية الإسمنت التي وصلت إلى المديرية نحن لم يتم إعادتها إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، وإنما تم توزيعها لمجالس القرى التي تشهد حراك تنموي وعمل تنمية متواصل. نعم. إذن تكرم بالبقاء معي سيد فارس، وقبل أن أذهب مشاهدينا لهذا الاستطلاع أرحب بضيفي من السعودية، أحد المساهمين في المبادرات المجتمعية في منطقة جبل حبشي، التاجر مساعد الحمودي. إذن مرحبا بك أولا سيد مساعد، وأسعد الله مساك بكل خير. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. إذن فقط قبل أن أبدأ الحديث معك، تكرم بالبقاء معي قليلا حتى نشاهد هذا الاستطلاع من تعز حول هذه المبادرات المجتمعية التي ينفذها المواطنين في الكثير من المديريات، نشاهد سويا. تعرضنا لتهميش من جانب الدولة في جانب المشاريع الخدمية، وكنا على أمل أن تنفذ الدولة بقية المشاريع الخدمية، ولكن أتت الحرب وقضت على كل آمالنا. فلجأنا نحن الشباب في ريف تعز إلى تبني مبادرات مجتمعية. حاولنا في مراحلها الأولى تحفيز المجتمع على المساهمة في إنجاح هذه المبادرات، فقمنا بمبادرات في مجال التعليم ومبادرات في جانب صيانة الطرق الإسفلتية العامة. طبعا المبادرات المجتمعية قمنا بها نظرا لطول أمد الحرب ويعني خروج المنشآت، ويعني ربما تكون منتهية أو متهالكة سواء طرقات أو مدارس أو غيره، فاضطرينا إلى أن نستغل البطالة والنازحين الموجودين حاليا في القرية، وربما تطول الحرب، وحتى وإن يعني عادة الدولة ستعود ببطء شديد. فلذلك قمنا بمبادرة مجتمعية من شباب من مديرية من هذا، وجمعنا ما نستطيع أن نجمعه من المبالغ، واستغلينا الأيادي العاملة من حيث أن نقوم بصيانة هذه الطرق
الحيوية الهامة. نتيجة للحرب التي مرت بها التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة، نتج عنها أو تسبب نتج عنها توقف الكثير من أجهزة الدولة التي تعمل، خاصة الأجهزة الخدمية للدولة. كذلك نتج عنها تسببت في فراغ كثير من العمال وسببت لهم عطالة عن العمل، مما أدى إلى قعودهم في منازلهم بدون أي عمل خلال هذه فترة الحرب خلال الخمس سنوات الماضية تقريبا. كان لنا في مديرية المواسط خرجنا بعمل مبادرات نستفيد منها في تشغيل. إذن مشاهدين، هذا كان الاستطلاع من تعز، يتحدث الناس حول التكافل الحاصل في العديد من المديريات والتعاون في الإنجاز أو إنجاز الكثير من المشاريع التي كان يتوجب على الدولة فعلها. وأعود هنا لضيفي التاجر مساعد الحمودي، أحد المساهمين في المبادرات المجتمعية. سيد مساعد، مرحبا بك من جديد. ونتساءل هنا سيد مساعد فيما يتعلق بهذه المشاريع. أنت يعني كتاجر يعني لست بملزم في تقديم دعم لمشاريع، وبالتالي وجدنا يعني هناك دعم سخي قدم للكثير من المشاريع. ما الذي يدفعكم لتقديم هذا الدعم؟ أولا تحية لك ولمشاهدينك الكرام، وتحية خاصة لضيوفك الكرام. وأولا بالنسبة هو استشعارا بما يعانيه المواطن في ظل غياب كامل للدولة أو للمشاريع، طبعا بسبب الحصار المفروض على مدينة تعز أصبحت طريق جبل حبشي اللي هي العيار المنعوم هي المنفذ الرئيسي لعدد من المديريات، مديرية جبل حبشي، مقبنة، شرع عبد السلام، شرع عبد الرونة، يعني كل المناطق هذه صارت المنفذ الوحيد للمدينة هي طريق جبل حبشي. كانت وعرة جدا جدا، لا تكاد تمر شهرين أو ثلاثة إلا سقوط سيارة وعددا من الضحايا فيها، كانت لا تمر فيها إلا نوع معين من السيارات اللي هي سيارات الدفع الرباعي العالية والقديمة اللي هي الصوالين 79 89 والشافات والسيارات الدبل، وبصعوبة. فهنا استشعارا بدأت فكرة رصف الطريق بمبادرة مجتمعية ذاتية بعيدا عن دور الدولة، بعيدا عن صناديق التنمية والجهات المانحة. فقام الشباب بجمع تبرعات بسيطة، يستقطعون من قوت أولادهم جزء بسيط. بدأنا بتشكيل هيئة إدارية للمشروع عمليا إداريا مرتبة جدا. طبعا بدأ المشروع بأولا رسم أهداف، وثانيا وضع دراسات بحسب الإمكانيات المتاحة والبسيطة، ثالثا كيفية تنفيذ الخطط والدراسات بما يتناسب مع الإمكانيات، أفضل جودة وأفضل أداء هندسي بما يتناسب مع الإمكانيات البسيطة أو المحدودة الموجودة بين أيدينا. فبدأنا بالعمل، وجدنا تفاعل كبير من سواء من هم في الداخل أو في الخارج. المشروع اجتماعي، مشاركة مجتمعية بحتة، شارك فيه الجميع، الصغير والكبير والطفل والعاجز جميع شرائح المجتمع ساهمت، حتى النساء ساهمت في المشروع سواء في الداخل أو في الخارج. نعم. هل هناك مشاريع أخرى؟ هل هناك مشاريع أخرى يعني تعتزمون دعمها ويعني إنجازها في مناطق مجاورة للمشاريع التي قد أنجزتموها في السابق وقدمتم الدعم لها؟ نعم. أولا بالنسبة لمشروع الطريق العام لا يكتمل، لا زال فيه مراحل والعمل مستمر فيه.
ثانيا هناك يعني الهدف الأسمى هو نشر ثقافة العمل التعاوني وكيفية التآلف والتكاتف ووضع الأيدي ببعضها لإيجاد بنية تحتية الناس بأمس الحاجة لها. فالطرق ترصد في أماكن عديدة، يعني لنا مشاركات تحفيزية، لنا مشاركات تشجيعية في كثير من الطرقات الآن. بصفة عامة المديرية تشهد نهضة تنموية بجهود أبنائها، بجهود أبنائها، فاستلهموا الفكرة وهذا هو الهدف الأسمى، أن يصير العمل التعاوني سلوك مجتمعي ينهجه الجميع. نعم. طيب إذا هنا في جميع مناطق المديرية. نعم. سيد مساعد، هنا يعني في ختام مداخلتك هذه يعني رسالة توجهها من خلال البرنامج لتجار وأيضا لمن يستطيع في المساهمة في دعم مثل هذه المشاريع. طبعا الرسالة اللي أوجهها لهم أقول لهم بأن الطريق شريان الحياة، الطرقات هي شريان الحياة، هي الحفاظ على أرواح البشر، هي أساس الحياة، ألا يبخلوا علينا وأن يقف الجميع كل بما يستطيع وألا يوفروا جهدا أو مالا يقدرون إنفاقه في سبيل الخير لله تعالى أولا كصدقة جارية، ثانيا لخدمة المجتمع، كل بما يستطيع في الطريق. الناشد أيضا السلطات المحلية بمد يد العون والمساعدة، أيضا نناشد الجمعيات والمنظمات المانحة بأن لا يتخلوا عنا في مثل هذه المشاريع وأن يقفوا إلى جانبنا حتى يتم تحقيق وتنفيذ بقية المشاريع التي لازلنا نحلم بتنفيذها، ولا زالت ضمن أحلامنا الكبيرة والذي نتمنى أن نشوف يوما ما جبل حبشي تجن في التنمية. نعم. تدعم بمشاريع بمجهودات أبنائها. نعم. إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر التاجر مساعد الحمودي أحد المساهمين في المبادرات المجتمعية. وأعود هنا لضيفي مدير مديرية جبل حبشي السيد فارس المليكي. يعني سيد فارس، هنا يعني استغراب للكثير من الناس يعني في ظل هذه الأزمة التي يعني تعصف بالبلاد والمواطنين يعني يتحملون تبعاتها الأكبر في ما يتعلق بالأزمة، يعني تجد الناس يعني مع أنهم يعني معظم الناس يبحثون عن لقمة العيش حاليا وتأمين هذا الأمر، لكنهم يعني جاءوا على أنفسهم وقاموا بتنفيذ مشاريع كهذه المشاريع وقدموا دعم وتكافلوا وأنجزوها. كيف تنظر إلى هذه القيمة الإنسانية؟ أولا أقدم شكر الأخ مساعد الحمودي والأخ سلطان البريهي حقيقة الضيفي الذي عبر الهاتف ضيف قناة بلقيس، وأيضا أثمن جهود كل الخيرين والمشاركين في دعم وتنمية المديرية من خلال رصف الطرقات أو بقية مشاريع التنموية في إطار المديرية، بكل باسمه وصفته، هم كثيرون لكن حقيقة ربما هناك داعمين رئيسيين. أيضا من خلال ردا على أو جوابا على سؤالك، حقيقة هنا استشعار المسؤولية، استشعار الحاجة لهذه الخدمة. المجتمع أبناء جبل حبشي هو مجتمع بصفته أو ربما يمتاز بروح التعاون، بروح الإخاء، بروح التضحية، بروح العطاء. عندما شعر بأنه في حاجة ماسة إلى خدمة تتعلق بحياته اليومية، تتعلق أيضا في نفس الوقت بالمسافرين، تتعلق بالمارة، هنا قدم ربما جزء أو اقتطع جزء من قوت أولاده، من قوت يومه، وقدمه لهذه الطريق. هذا حقيقة هي قمة في الوفاء، قمة في التعاون. الحركة التعاونية في جبل حبشي ليست وليدة اليوم، هي ممتدة منذ سنوات طويلة، معظم أو 90% من طرق المديرية شقت عبر التعاونيات، كثير من مدارس المديرية بنيت عبر التعاونيات. اليوم أبناء جبل حبشي فقط هم يجددون العهد، يجددون الذكرى الأولى
للحركة التعاونية السابقة، لكنها بصورة متكاملة، بصورة شاملة، بصورة عامة. اليوم قدموا أموالهم رخيصة في خدمة مديريتهم. هذه حقيقة كلمة شكر وتقدير وإقلال لجميع أبناء المديرية، كبارهم وصغارهم، نسائهم وأطفالهم، لأنهم اليوم شكلوا كحلية نحل وفريق واحد من أجل بناء المديرية ومن أجل تنمية المديرية ومن أجل خدمة المديرية وخدمة أبناء المديرية. نعم، لكن يعني ما الذي يعنيه لكم أنتم كدولة وسلطة محلية بتنفيذ الأهالي لهذه المشاريع، والتي كان يفترض أنها يعني من واجبات الحكومة وواجبات الدولة الأساسية؟ أنا أقول لك بأن هذه الحركة كانت قبل سنتين منعدمة، غير موجودة في كثير من قرى المديرية، اللهم كانت مقتصرة في منطقة معينة أو مناطق محدودة. لكن نحن دورنا كسلطة محلية والشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، بعد استقطاب الصندوق الاجتماعي للتنمية وكان يعمل مؤشرات حمراء وخطوط حمراء ويضع قائمة ويضع قبل حبشي على القائمة السوداء، واستطعنا من خلال الإقناع والتواصل مع الصندوق الاجتماعي أن يدخل المديرية، استطعنا أن نشكل مجالس قرى، مجالس تعاون قرى لعدد 77 مجلس تعاون قرية. خلال سنتين هذه مجالس القرى استطاعت أن تقوم بحركة تنموية شاملة. نحن كنا مشرفين للانتخابات، داعمين لهذه المجالس، نتواصل معهم بحكم أنهم يتبعون المجلس المحلي ويتبعون إدارة تسمى إدارة المشاركة المجتمعية. كل المبادرات التي نفذت والتي تم تنفيذها كانت في إطار دور مجالس تعاون القرى في إدارة تحت إدارة أو إشراف إدارة المشاركة المجتمعية في المجلس المحلي لمديرية قبل حبشي. نحن دورنا كان موجود من خلال المتابعة والإشراف والتحفيز وخلق روح التعاون، النزول الميداني وتشجيع المجتمع على وحث المجتمع على المبادرة وعلى البناء وعلى التكاتف وعلى العمل. نعم جميل، إذن تكرم بالبقاء معي سيد فارس. أعود لضيفي، سيعود إلينا مجددا، كنا قد فقدنا الاتصال منذ قليل، مع سلطان سيف مسؤول تنفيذي لطريق عناقب جبل حبشي. سيد سلطان مرحبا بك من جديد. نعم سيد سلطان، يعني إذا ما تحدثنا عن طريق عناقب جبل حبشي، يعني ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتكم وما زالت تواجهكم في إنجاز هذا المشروع؟ والله الصعوبات طبعا هي بالنسبة للصعوبة المعروفة، يعني بالنسبة للمال هو أكبر صعوبة نواجهها، يعني المال عندنا يعني شائع شوية لأنه الداعمين قليل، ولكن إحنا نمشي على مراحل، كل ما عندنا يعني مبلغ من المال نعمل به يعني الذي نقدر نعمله. وطبعا بالنسبة للصعوبة اللي تواجهنا إحنا برضو الأحجار، لأنه الأحجار طبعا بعيدة ومشقة بنقله، وطبعا كما قال الأخ فارس حفظه الله، طبعا الصندوق الاجتماعي طبعا ما قصر دعمنا إحنا بالإسمنت، ولكن طبعا مش يعني الكمية المطلوبة كاملة، لأنه كانوا يحددوا يعني ممكن يشتروا مننا 100 متر، نحن نمتلك 150 200، طبعا هم عندنا اللي بيع احنا نمتلك 200، يعني كان أنا طبعا أغلق حوالي 3% بالنسبة لما عندنا. وهم طبعا يشكروا ويشكر الله الأخ المدير طبعا مروان المقطري والأخ ضابط المشاريع نبيل المعمري والأخ المهندس طبعا المشرف على المشاريع خيري العمري، كلهم طبعا هذول نحن نشكرهم لانهم طبعا حفزونا طبعا وخلونا، هم طبعا حفزونا وشرفوا علينا وتابعونا احنا طبعا، ونحن طبعا يعني نقدرهم ونحترمهم لانهم برضو دعمونا حتى انه ظهر عملنا للامل للبيان. طيب سيد سلطان، هنا يعني قلنا في صعوبات وفي نعم، هنا رساله اخيره تود قولها من خلال البرنامج. الرسالة الأخيرة إنه نشكر كل الخيرين يدعمونا ونكمل الطريق، لأن الطريق عملناه بجزء كبير جدا. المرة الأولى كما قلنا قبل 10 سنوات عملناه بها تقريبا 30 إلى 35%، وبعد يعني عند المبادرة هذه قطعنا جزء كبير جدا منها، باقي منها طبعا تقدر تقول باقي محتمل يكون 30% أي في الشراء. نحن طبعا الآن بعد فترة ممكن نستهدف مقطعين، ولكن يعني نشكي كمان تكمل هذه الطريق كامل حتى تقول، لأن هي الشريان هي بعد الطريق العام الذي يرصها من العيال إلى المنعم، هذه الطريقة الثانية، لأن كل ما قطعت هناك يابو عندنا حتى لما يكون في رصف هناك عندنا يابو،
وطبعا هنا برضه في كثافه سكانيه وفي يعني كثير يعني من كلها الطريق هذه شريان الحياه لاغلب المديريه اللي هي بوسط المديريه العناقب هذه. فانا اقول طبعا من الناس ان يسعوا معنا نكمل بقيه ما بقى من الطريق حتى يصل الباص والتاكسي الى بني بكاري ان شاء الله. نعم اذا وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر السيد سلطان سيف مسؤول تنفيذي لطريق عناقب جبل الحبشي، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. وارحب الان بضيفي من تعز ايضا الناشط المجتمعي السيد عبد الناصر الجعادي. سيد عبد الناصر مساء الخير. اهلا مساء النور. اهلا بك سيد عبد الناصر، يعني كيف تنظر الى هذه المشاريع القائمه على تكافل الناس وتعاونهم في العديد من مديريات محافظه تعز وجبل حبشي على وجه الخصوص؟ اولا تحيه لكم في قناه بلقيس على هذه اللفته للمشاريع التي يتبناها مجتمعنا وخاصه ابناء جبل حبشي، وتحيه لكل القائمين على هذه المبادرات المجتمعيه وهذه المشاريع، وتحيه لابناء جبل حبشي الذين اذهلنا واذهلتنا كل المشاريع التي يقومون بها، سواء من بناء المدارس او شق الطرقات ورصها وترميم المدارس، انشاء مراكز صحيه، شراء الكتب المدرسيه، كل هذه المشاريع كانت تفتقرها مديريه جبل حبشي منذ عشرات السنين. جبل حبشي هي اكثر المديريات التي تخلت عنها الدوله منذ عشرات السنين، عانت مديريتنا كثيرا في جانب التعليم، في جانب الصحه، في جانب الطرقات وبقيه الخدمات. ما يقوم به أبناء مديرية جبل حبشي اليوم هو نتيجة المعاناة، تخلت الدولة عن واجبها وقمنا نحن بالدور أو دور الدولة. تكسرت السيارات، راحت أرواح ومات مرضى بسبب وعورة الطرق وصعوبة السير فيها، المريض يمرض لا يستطيع أن لن نستطيع أن نفعل له شيء بسبب عدم وجود مراكز صحية. أطفالنا مثلا كانوا يدرسون على الأرض، يتشارك في الكتاب أكثر من طالب. هذه الأسباب جعلت الجميع يفكر بالاعتماد على نفسه، التكاتف، العمل على تشجيع المبادرات المجتمعية. ما يحصل اليوم في جبل حبشي هي ثورة وعي، انتفاضة نفضت الجبال وكسرتها ورصتها في الطرقات. شبابنا اليوم في جبل حبشي ينحتون الصخور، ينحتون الجبال بجهدهم وإرادتهم. مديريتنا كما تعلمون إلى وقت قريب تعمد الكثير من تجار الحروب وسناسرة الحروب تعمدوا تجهيلها، تجهيل أبنائها إلى وقت قريب. وكما تعرفون أبنائنا كانوا في الحدود يقاتلون في حدود السعودية، كان الجميع يتكلم عن جبل حبشي بحرقة وعن السناسر الذين يقودون الشباب إلى المعارك هناك، لكن ثورة الوعي وانتفاضة التنمية غيرت نظرتنا لأنفسنا. نعم، لكن فيما يتعلق بالدولة سيد عبد الناصر، فيما يتعلق بالدولة وغيابها عن تقديم الخدمات وتبني المشاريع هذه في جبل حبشي، يعني ألا يعد الوضع القائم هو مبررا لغيابها حاليا بسبب الحرب وما تعانيه البلاد، وبالتالي يعني يظل أنها أو يظل القيام بهذه المشاريع هي مسؤولية على المواطنين في هذا الظرف؟ يا عزيزي لو كنا ركنا على السلطة المحلية وعلى الدولة صدقنا ما كنا لصينا حجر واحد، ولا بنينا مدرسة ولا رممنا مدرسة. إحنا اعتمدنا على رجال همتهم عزيمتهم تهد الجبال، اعتمدنا على إخواننا المغتربين ورجال الخير الذين مدوا يد العون لنا. جبل حبشي كما قلت لك ننشي منذ عشرات السنين لا سبب الحرب ولا في أي حاجة. جبل حبشي هي المديرية أكثر المديرية التي تخلت عنها الدولة، فاستخدمنا عقولنا ورجعنا لعقولنا، رجعنا جميل. ننظر انه ما في احد ينفع هنا غير انفسنا. جميل، اذا ابقى معي سيد عبد الناصر، اعود هنا لضيفي السيد فارس المليكي مدير مديريه جبل حبشي. سيد فارس، فيما يتعلق بالارياف والقرى سواء في جبل حبشي او مديريات اخرى في تعز ومحافظات اخرى ايضا، يتساءل الناس يعني ان الدوله غائبه عنهم في السلم وغائبة عنهم أيضا في الحرب، يعني متى ستحضر الدولة؟ أخي الحبيب اسمح لي فقط أسرد لك بعض المشاريع والمنجزات
التي تمت خلال سنتين فقط في مديرية جبل الحبشي. نعم. بعقالة. أولاً قمنا بإصلاح عبارتين رئيسيتين بتبدأ في الطريق الآن من مفرق جبل الحبشي، وكانت تسبب عائقاً رئيسياً لمرور السيارات المتوسطة والسيارات الثقيلة، وعاقت كثير من المرور، وكانت عندما يهطل الأمطار وتنزل السيول تعيق حركة السير مرورياً. عدناها في قبل 3 سنوات، وعلى بالتعاون بالتنسيق على رفقة السلطة المحلية والخيرين، ومن استطعنا أيضا في نفس الوقت أن نتواصل معهم لمدير العون. أيضا العبارة الثانية التي تقع في وسط سوق مفرق جبل الحبشي تم إعارتها بالتنسيق مع مكتب الأشغال أو صندوق الأشغال العامة. هناك نفذنا خلال أقل من عام رصف وشق 6 طرق على نفقة منظمة البحث على أرضية مشتركة عبر شريكها مؤسسة الودة التنموية بتمويل من وزارة الخارجية البريطانية. أيضا في نفس الوقت تم يعني شق أو رصف عدد كبير من طرق المديرية على نفقة الأهالي الذاتية 100%، أقول لك 100%، وهي موجودة وقائمة. وكان دورنا أيضا في نفس الوقت ربما ليس لدينا إمكانات كافية، ليس لدينا موازنات من الحكومة، ليس لدينا موازنات من المحافظة، لكن بإمكاناتنا الذاتية كنا بدور الإشراف، المتابعة، التواصل، التحفيز. في مجال المياه تم تأهيل عدد 15 بير وعين ماء، وبناء 15 خزان مياه، وإصلاح 3 مضخات ارتوازية، وتركيب عدد 6 منظومات شمسية. تم إعادة تأهيل وربط شبكات المياه لمشروعي بني خولان والمدهافة الرئيسية، ونحن الآن في صدد ربط الشبكة الداخلية إلى المنازل عبر منظمة كير العالمية. في مجال الصحة تم اعتماد عدد 9 مرافق صحية جديدة خلال 2 سنين على مختلف قرى المديرية. خلال عام أيضا في نفس الوقت تم تأهيل عدد 17 مرفق صحي كان متوقفا عن تقديم الخدمة الصحية. تم تأثيث 25 مرفق صحي بالمديرية. تم تدريب وتأهيل 170 متطوعة موزعة على الزمامات السكانية بالمديرية في مكافحة سوء التغذية. تم التدريب سيد فارس، يعني هذه الجهود التي ذكرتها التوليدية جهود عظيمة. تم تدريب وتأهيل 20 إعلامي. نعم، لكن هنا اسمعني يا أخي اسمعني، في التثقيف الصحي تم فتح أيضاً 30 مرفق للصحة الإنجابية. نعم، هذه جهود عظيمة وتشكرون عليها كثيراً كسلطة محلية، ولكنها يعني تبقى جهود تنسيقية مع جهات مانحة ومنظمات. نحن نتساءل الدولة متى ستحضر بدعم وتمويل هذه المشاريع وإنجازها كدولة، بعيداً عن تنسيق ومتابعة مع جهات مانحة ومنظمات. أقول لك الدولة اليوم لا تفتقد إلى الموازنات. إذا كانت محافظة تعز المشاريع التي ربما تحتاجها مدينة تعز من نظافة ومن إصلاح الطرقات متوعثرة متوقفة، وتريدنا في جبل الحبشي أن يكون لنا موازنة لتنفيذ طرقات على حساب الدولة، نحن دورنا اليوم يقتصر على التواصل والتنسيق والتيسير للمنظمات الدولية والجهات المانحة والصندوق الاجتماعي للتنمية. اليوم نحن شركاء محليين مع هذه المنظمات للرصف والبناء والإعمار. إذا كنا اليوم استطعنا أن في خلال عام واحد أن نعيد إعمار 110 منازل دمرته الحرب بالشراكة والتنسيق مع المجلس النرويجي بإعمار كلي وإعمار جزئي، استطعنا أيضا في نفس الوقت أن ندعم، نعم هناك دعم نفسي لبعض المناطق التي تعرضت للدمار وتعرضت للحرب، استطعنا أن ندعم أكثر من 450 مزارع بالبذور وخزانات المياه وغيرها. كل هذا كان عبر خطة الاستجابة الطارئة جميل. التي أعدتها السلطة المحلية في المديرية جميل. وتم التنسيق والتواصل معها مع المنظمات الدولية. عقدنا ورشة في التربة، جمعنا 14 منظمة دولية، واستطعنا بحمد الله تبارك وتعالى أن نعم. نحظى على ثقة هذه المنظمات، واستطعنا أن نقلب الأموال هذه إلى جبل الحبشي وإعادة نعم. الإعمار. إذن هي جهود عظيمة لا يمكن تجاوزها سيد فارس، هي جهود عظيمة وتشكرون عليها ولا يمكن تجاوزها، ويعني الناس يأملون منكم الكثير،
وكان الله في عونكم. يعني إلى هنا نكتفي ونشكرك جزيل الشكر مدير مديرية جبل حبشي فارس المليكي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. وهنا تساؤل أخير سيد عبد الناصر باختصار وبأقل من دقيقة لأن الوقت قد داهمنا، يعني رسالة تود قولها كونك أحد أبناء مديرية جبل حبشي، رسالة تود قولها للدولة وللجهات المانحة ولأبناء جبل حبشي. سيد عبد الناصر الرسالة هي لي نعم. أيوة تفضل. رسالتنا لرجال الخير ولأبناء جبل حبشي سواء من المغتربين أو داخل الوطن أن لا يركنوا أولا على الدولة، يعتمدوا على أنفسهم، يدعموا كل المشاريع في كل القرى، كل يعني سواء في قراهم أو في قرى غيرهم. هذه الأعمال هي من هي التي ستخلد في التاريخ. ندعو كل المنظمات المانحين الداعمين لدعم الطرق والمبادرات المجتمعية في جبل حبشي. لدينا مشروع مثلا في بلاد الوافي قرية الشيخ سعيد، يربط قرية قشير وقرية الشيخ سعيد والمهراق، كذلك مبادرات في منطقة حجرمين وبقية المناطق. هذه بحاجة دعمكم ومد يد العون، نحن بحاجتكم في هذه المرحلة. جميل، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الناصر الجعادي ناشط مجتمعي، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل، وأشكر جميع ضيوفي في هذه الحلقة، وحتى الملتقى نترككم في رعاية الله وحفظه.